أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولو تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم.